في بداية فيلمنا بنتعرف على الأختين كاليو ومولي واللي بيبقوا في طريقهم للمدرسة، وبنعرف إن كاليو تعتبر من الناس الشفافة وعايشة على حس أختها المشهورة مولي، وده لأن كاليو منطوية حبتين في حين إن مولي اجتماعية أكتر وعندها صحاب كتير في المدرسة. ومع إن كاليو محدش يعرفها في المدرسة بس بتبقى بنت شاطرة جدا والمدرسين كلهم بيحبوها. وفي يوم بتنام وهي في الحصة فأستاذ بيركنز مدرس العلوم بيصحيها، وبعدين بيتكلم معها عن الواجب اللي عملته آخر مرة، وبيقولها إنه مش عاجبه ومش متعود على المستوى ده منها لأنه عارف إنها أشطر من كده، فبيقرر يديها اختبار للمشروع بتاعها وبيديها مادة غريبة كده وبيقولها تحولها لكريستالة. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف كاليو وهي بتتكلم مع صاحبها الوحيد جورج، واللي بيقولها إن المشروع ده صعب جدا بس مش مستحيل يعني. وهم خارجين من المدرسة واحد من الشباب الروشة بيتنمر على لبس كاليو، بس هي مش بتهتم بكلامه فبتطنشه. وهنا بيجي واحد اسمه كارتر واللي شكله بيبقى معجب بكاليو، ولما بيقترح عليها انهم يقعدوا يذاكروا سوا كاليو بتكرف له وبتتكلم معاه بأسلوب وحش. ولما جورجي بيسألها هي ليه تعاملت معاه بالأسلوب ده، كاليو بتقول ان ده عشان كارتر شكله عايز يتسلى بيها. وبعد كده أختها مولي بتروح لها وبتسألها هي هتروح معاها هي وأصحابها بالعربية ولا لأ، بس كاليو بتقول لها إن هي هتروح مع جورج. وبعد كده بترجع البيت وهي راكبة الموتوسيكل بتاع جورج اللي بيمشي بسرعة السلحفة. وبعدين بنعرف إن أهل كاليو ومولي مسافرين، وأول ما بيمشوا مولي بتقول لأختها إنها عاملة عزومة كده عشاء وهتجيب فيها صحابها والفريق، فكاليو بتقول لها إنها عندها مذاكرة فمش هتحضر الحفلة. وقتها مولي بترد عليها بترياء وبتقول لها إنها مش عازمة ناس كتير يعني في الحفلة دي، دول هم يدوب صحابها وحبايبها يعني حزبة 300 نفر بس. وفي يوم الحفلة كاليو بتبقى متغاظة وعلى آخرها بس مش بتقدر تعمل أي حاجة، وبنلاقي بعدين إن الحفلة زحمة جدا وأصوات الشباب عالية وعاملين دوشة رهيبة. وفي الوقت ده كاليو بتبقى بتحاول تركز على تجربتها في أوضتها، وبتقعد تخلط في شوية حاجات كيميائية ولبس النظارة، لازم النظارة يعني عشان نوبل وأحمد زويل ما يقولوش عليها حاجة. وبعدين بتلاقي التجربة بتطلع دخان، فبتحاول بقى كده تهف فيها بس بتلاقيه مش بيطفي، فبتهوي بإيديها بس بتدلق حاجة كده بالغلط، وبتلاقي الدخان اللي خارج ده بيحول أي حاجة تلمسه لخيال وبيخفيها تماما. وكالي وهي بتحاول تمسكها بتقعد تجري وراها بس مش بتعرف تمسكها في الآخر. وبعد شوية مولي وهي بتسلم على أصحابها هم ماشيين، مولي بتبقى قاعدة مع جورج وبتسأله هو مصدق إنها خلت الفراشة تبقى شفافة ولا لأ. جورج بيقول لها أنا شايف إنك محتاجة ترتاح شوية، وبعدين بيسلم عليها وبيمشي هو كمان. وبالليل مولي وهي رايحة تنام الفراشة بترجع وبتروح على نور الحمام فبتتكهرب، وبتقوم واقعة كده في كوباية المية اللي مولي حاطة فيها الفيتامينات بتاعتها، وبعدين بتشرب المية وهي مش دريانة بحاجة، وده بيخليها تبقى شفافة. وتاني يوم الصبح مولي بتترعب لما بتدخل الحمام ومش بتشوف نفسها في انعكاس المراية. ولما كاليو بتسمع صوت سويت أختها بتصحى من النوم وبتجري على الحمام عشان تطمن على أختها، بس لما بتدخل مش بتلاقيها، فالأختين بيتخضوا ومولي بتطلع تجري في كل مكان في البيت. وفي الوقت ده كاليو بتستوعب اللي حصل أخيراً، فبتفهم أختها إنها كانت شغالة على تجربة اليوم اللي فات، وإن في كيميكالز كده اتكبت على بعض وخلت الفراشة تختفي. وقتها مولي بتستنتج إن هي بلعت الفراشة دي. وفي اللحظة دي دان حبيب مولي بيجي وهو لابس لبس كده دب عشان جاي يعني يفاجئها. ولما بيسأل كاليو عليها كاليو بتقوله إن أختها تعبانة وبتخليه يعني يمشي من البيت. وبعد كده كاليو بتقول لأختها إن المفروض مفعول التجربة هيروح بعد كام ساعة وعشان كده الأحسن إنها تقعد في البيت النهاردة، بس مولي بتقول لها إنها لازم تروح النهاردة عشان في حدث مهم تبع الفريق بتاعها، خصوصا إنه هيكون في كشافة بيتفرجوا عليهم عشان يقدموا لهم المنح. فبتدخل أوضتها وبتلبس فستان عشان تبان على الأقل، بس بتلاقي بعدين إن الفستان اللي هي لابساه كمان بيختفي معاها، فبتجيلها فكرة وبتخلي كاليو تلبس هي الزي بتاع عيد الهالوين وتمثل انها هي في المدرسة. وبعد كده لما بيوصلوا المدرسة مولي بتدربها وبتعلمها تمشي وتتصرف زيها، ولما اصحاب مولي بيشوفوها بيقولولها ان وشها النهاردة في حاجة غلط،
وباين عليها انها حاسة. كيليو بتقول لهم ان ده عشان هي تعبانة شوية وعشان كده برضو صوتها مختلف. ولما دان حبيب مولي بيجي، كيليو بتحاول تتجنبه على قد ما تقدر وبتقوله انها عندها حصة مهمة. وبعدين بتجيلها مكالمة من جورج وبتطلب منه ياخد لها الغياب في الحصة. وبعديها بتروح تقول لمولي انهم لازم يروحوا المعمل عشان يشوفوا حل الموضوع ده، بس بما ان مولي لازم تحضر حصة الهندسة بتاعتها، كيليو بتضطر تحضرها مكانها. ولما كيليو بتروح الفصل بتعرف ان مولي درجاتها زي الزفت، فبتسأل اختها هي ليه ما طلبتش منها انها تذاكر لها طالما هي المادة صعبة عليها. فمولي بترد بهزار كالعادة او بتقول لها انها مش محتاجة مساعدتها. فكيليو مش بتاخد على كلامها وبتقول لها تروح تجيب الميكروسكوب الكبير من المعمل عشان يشوفوا حل مشكلتهم دي. فمولي بتقول لها انها لازم تحضر جلسة تعارف تبع الفريق بتاعها. فبنشوف كيليو وهي عاملة نفسها مولي وداخلة الملعب تقعد مع الفريق عشان يعملوا ام الجلسة بتاعت التعارف دي. وفي الناحية التانية مولي بتروح تجيب الميكروسكوب من المعمل عشان كيليو تتصرف وتشوف طريقة كده يرجعوا بيها مولي لطبيعتها. وفي المشهد اللي بعد كده البنات اللي في الفريق بيحضنوا كيليو كلهم مرة واحدة، وكيليو اللي تعتبر منطوية اصلا بتتخض من الحركة دي. وبعدين بتضطر تلعب معهم لعبة دايرة الثقة، واللي من شروطها ان الواحدة اللي تمسك الارنب لازم تحكي حقيقة عن نفسها. ولما بيكون الدور على نيكي بتقول لهم انها مبسوطة انها في الفريق معاهم وانها حاسة انها قوية عشان حواليها بنات قوية زيها، وانها بتحب صاحبتها مولي جدا لانها من البداية كانت جنبها وبتدعمها دايما. وفي الوقت ده مولي الحقيقية بتسمع الكلام ده وبتبتسم. وبعد كده نيكي تدي الارنب لكيليو، واللي بتقول لهم انها مبسوطة انها قاعدة معاهم وفرحانة بالفستان اللي هي لابساه. وبعدين بتدي الارنب اللي جنبها على اساس ان دورها خلص كده يعني بقى وكده، بس نيكي مش بتقتنع بكلامها وبتخليها تاخد الارنب تاني عشان تقول حاجة حقيقية من قلبها. فبتقول لهم انها مبسوطة وفرحانة باللمة الحلوة دي، بس برضو نيكي مش بتسكت، ما تتهدي يا ولية ما خلاص بقى. وبتقوم واخدها وتقف في النص وبتأكد لها ان الدايرة دي دايرة امان، وبيفكروها انهم بيحبوها كده كده. فكيليو بتصارحهم اخيرا وبتقولهم انها مش زي ما هم فاكرينها وان الانطباع اللي واخدينه عنها مش صح. وبتقولهم بعدين انها في الاصل يعني من النوع البنات اللي محدش بياخد باله منه. فالبنات بيقوموا يحضنوها تاني، ما خلاص يا جدعان. وفي اللحظة دي مولي بتفتح الباب وبتمشي من سكات وبترجع المعمل تحط الميكروسكوب مكانه. وفي الوقت ده بتسمع كارتر وبيتكلم مع جورج عن كيليو وبيسأله هي أسلوبها على طول قليل الذوق كده عشان هي دايما بتبعده عنها كل ما بيحاول يقرب. وبعد ما مولي بتحط الميكروسكوب في الخزانة بتاعت كيليو بتروح الملعب وبتاخد أختها من إيديها وبتحكي لها عن كارتر وبتقول لها إنه معجب بيها بجد، بس كيليو بتقول لها تفكها من الموضوع ده عشان هو مش معجب بيها فعلا وإنه عايز يتسلى وخلاص، وإنها متأكدة إنها مش نوع المفضل يعني من البنات. وبعد كده مولي بتروح ورا دان واللي لسه لابس الزي بتاع الدب، وهو في الحمام بتسرق الزي بتاعه وبتعمل نفسها كيليو. وبتروح المعمل وبتتكلم مع كارتر وبتتفق معاه إنهم يخرجوا سوا. ولما الزي بقى بيبدأ يختفي مولي بتطلع تجري من المعمل وبتخبط في أختها. وبعدين بيدخلوا أوضة كده وكيليو بتسأل أختها عن اللي بتعمله، فمولي بتقول لها إنها ظبطت لها ميعاد مع كارتر. وفي وسط الكلام جورج بيدخل الأوضة وبيتخض لما بيلاقي الزي نص مختفي، فكيليو بتشرح له كل حاجة. وفي اللحظة دي دان كمان بيدخل وبيسأل كيليو اللي فكرها يعني مولي هي ليه بتتهرب منه من الصبح. فجورج وكيليو بيطلعوا من الأوضة وبيتهربوا منه برضه. وبعديها جورج بيقول لمولي إنه معجب بنيكي، فمولي بتقول له إن هو كمان من النوع المفضل عند نيكي وبتشجعه إنه ياخد خطوة ويحاول يتكلم معاها. وبعد كده التلاتة بيقرروا ان هم يروحوا عشان يعرفوا ليه المفعول لسه ما راحش، بس مولي بتقول لهم انها مش هينفع تفوت الماتش، فبتخلي كيليو ترجع تاخد مكانها. وفي وقت الماتش كيليو بتبقى متوترة جدا، بس واحدة واحدة بتبدأ تتعود على الوضع ومولي بتساعدها فالفريق بيفوز. وفي الوقت ده جورج بيروح يتكلم مع نيكي وبيتفق معاها انهم يخرجوا سوا. ولما بيرجعوا البيت كيليو بتحاول تعرف ليه المفعول لسه ما راحش، ولما بتبص على خلايا مولي تحت الميكروسكوب بتكتشف هي وجورج ان مولي خلاياها بتتلاشى واحده واحده، وده معناه انها تختفي على طول
إلا لو لقوا بقى مضاد للحالة بتاعتها قبل نص الليل، عشان كده هيكون عدى 24 ساعة لوقت ما مولي بلعت الفراشة، وعشان كده محتاجين يعملوا نفس التركيبة اللي كيليو عملتها. وفي المشهد اللي بعد كده الأختين بيخرجوا وبيحاولوا يمسكوا فراشة تانية، وجورج بيروح المدرسة عشان يجهز التجربة. بس في الوقت ده مولي بتتعصب أكتر وأكتر بسبب الحالة اللي هي فيها، فبتتخانق مع أختها وبتقول لها إنها بوظت لها حياتها. فكيليو بتعتذر لها وبتقول لها إنها ما كانتش تقصد، وبتعترف لها إنها كانت بتغير منها عشان انطوائية، وده كان مخليها تحس إن محدش شايفها في المدرسة. وبعد ما بيتصالحوا بيمسكوا فراشة تانية للتجربة، بيركبوا أتوبيس وبيروحوا بيه المدرسة. وفي الطريق مولي بتقول لكيليو إنها حاسة بيها وكل حاجة، بس هي كمان كانت أوقات كتير بتغير منها عشان هي أذكى منها وعارفة إن شهرتها دي مؤقتة. بس كيليو بتقول لها إن حب الناس ليها أهم وأكتر بكتير قوي من مجرد الشهرة. ولما بيروحوا المدرسة بيقابلوا جورج، فبيلاقوا إنهم محتاجين يدخلوا من غير ما الحارس يشوفهم، فمولي بتروح تخوفه وبتخلي كيليو وجورج يدخلوا المدرسة ويبدلوا التجربة الأصلية بتاعت كيليو، بس بيلاقوا إن الحل معقد ومش قادرين يفهموه. وفي اللحظة دي بيتفقوا إنهم يستعينوا بكارتر، فبيروحوا له حفلة الهالوين السنوية بتاعت المدرسة. وهناك كيليو بتقابل دان، واللي بيكون قلقان جدا على مولي وخايف لا تكون عايزة تسيبه. فكيليو بتحاول تقنعه إن مولي بتحبه، بس لما بتلاقيه مش مقتنع بتقرر يعني تحكي له اللي حصل. وبعدين بتلاقي كارتر واللي بيكون متضايق من مشاعرها المذبذبة عشان كل شوية بتتعامل معاه بطريقة مختلفة، وجننت أمه بصراحة، وبيقولها إنهم المفروض كانوا يحضروا الحفلة دي سوا. وبعد ما بتشرح له الوضع بتاخده على الزريبة القريبة منهم واللي أختها ودان وجورج بيبقوا مستنيينها فيها. وبعديها كيليو وجورج وكارتر ودان بيشتغلوا سوا على المضاد اللي هيرجعوا مولي لطبيعتها. ولما أستاذ بريكنز بيلاقيهم في الزريبة، مولي بتحكي له عن التجربة بتاعت كيليو، وبعدين بتشرب المضاد، بس بيلاقوا مفيش أي حاجة اختلفت. وده مش عشان الوقت عدى، بس عشان مولي كانت واخدة فيتامين اليوم ده مع الفراشة، ولما كيليو بتعرف ده بتحط جرعة من نفس الفيتامين في المضاد. وقتها مولي بترجع لطبيعتها، فأستاذ بريكنز بينبهر من تجربة كيليو وبيقول لها تناقش اكتشافها ده في المؤتمر اللي هيتعمل قريب. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفها وهي في المؤتمر والكل بيسقف لها وبيحييها. وبس كده يا سادة بتكون خلصت العظمة بتاعتنا النهاردة، هروح اختفي انا بقى، سلام.